نتحدث أكثر عن هذه الحبوب وكيفية استخدامها من قبل تنظيم ولماذا اللجوء إليها من بغداد، مع دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجامعات المتشددة. أهلا بك معنا. إلى أي درجة يعتمد المتشددون على حبوب الهلوسة هذه؟ نتحدث اليوم عن ترامادول، منذ فترة طويلة كان أيضا في هناك حديث وتقارير عن حبوب الكابتاجون أيضا. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أنا أعتقد أن هذا التنظيم يستخدم هذه النوع من المخدرات تحت فتاوى مسبقة أفتى بها ما يعرف بمفتي هذا التنظيم المتطرف في سوريا تركي بن علي، حيث أنه تأول أن هذه ليست بمخدرات وإنما هي أشبه ما تكون بمقوية أو فيتامينات، بالتالي هم يعطونها للقوات الخاصة ما يعرف بالانضماسيين أو حتى الانتحاريين قبل تنفيذ العملية. هم لا يطلبون منهم الإدمان عليها، لكنهم يزودونهم بهذا النوع من الحبوب. ليش الإدمان يطلب بهكذا أمور دكتور هشام؟ على اعتبار أن هؤلاء لن يبقوا طويلا في هذه الحياة، سوف يهلكون إما بعملية انتحارية أو غالبا العمليات الإغماسية تنتهي بقتل هؤلاء، وبالتالي هو يتأول المفتي التابع لهذا التنظيم المتطرف أن هذا ليس بمخدر، لأن شرط المخدر المحرم عندهم هو الإدمان. هذا المحرم. طيب، بموضوع كما يقال، يعني مفروض هذا مرفوض لدى الجماعات المتشددة التي تدعي الدين بأنه هكذا مخدرات، أيا كان اسم هذه المخدرات، هي تفقد الشخص السيطرة بغض النظر عن الممارسات التي سيقوم بها، يعني بغض النظر جعلته يخفف الألم أو لا يتعب من ضمن هذه الأمور أيضا ويخفف الألم وما إلى ذلك، إلى أي درجة هذا يعري من جديد هذه الجماعات حتى لو حاولت هي عنونت الموضوع بشكل مختلف؟ بالتأكيد هذه الجماعات يوم بعد يوم تثبت أنها متوحشة وقذرة، هي قذرة بأنها تحلي نفسها ما هو متفق على تحريمه عند كل الديانات، وأيضا هو ما متفق على رفضه عند الكثير من يهتم به، وبالتالي هم تحولوا إلى تنظيم متوحش وقذر. هم يبيعون المخدرات مثل القنب الهندي، أيضا هم يجوزون بيع الكثير من الأشياء المخدرة في أفغانستان وتحت عناوين وتأويلات فاسدة شرعيا. طيب، كيف يختلف تنظيم ما قبل وما بعد هذا الاعتماد على مخدرات، سواء كان كابتاجون، ترامادول أو ما إلى ذلك، ولنفهم من هنا لماذا يصر على الاعتماد عليها، كيف يختلف؟ وهل نتحدث عن حوادث سابقة في فترات من عمر التنظيم، ربما في الفترة الأخيرة من تهاوي يعتمد فيها على هكذا مخدرات؟ حقيقة هذه المخدرات هي تعويض على فقدهم لما تعرف بالشباب الذي يعرف بالشباب العقائدي. هم لم يستطيعوا أن يصنعوا شبابا عقائديا يقتل من أجل عقيدته، بدأوا يستعملون هذه المخدرات في سبيل أنه يكون مجنون ويفقد سيطرته على نفسه ويقدم إلى عملية قتل نفسه وعملية انتحارية، بالتالي هي تعوض عن تلك العقيدة الفاسدة التي كانت تشد بعض المغرر بهم أو بعض الضالين منهم باتجاه عمليات انتحارية دون الحاجة إلى مثل هذه النوع من التي تجعلهم أكثر جنونا وأكثر قذارة وتوحشا. بالتالي هم لجأوا على هذه، أولا صمموا فتوى خاصة لهذا الموضوع، وأخرى بدأوا يدفعون الكثير من الغماسيين باستعمال هذا النوع من الحبوب. هذه الحبوب حينما يتم السيطرة عليها عن طريق الشرطة أو الجمارك، حقيقة هذا تعني منع العمليات الانتحارية والانغماسية إلى قدر كبير. أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة.